نحن من موظفي الدولة كل سنة نمتدد من قبل الدولة إلى مكة المكرمة من أول شوال، فإذا ذهبنا إلى مكة أخذنا العمرة، ثم وزعتنا الدولة أو وزعنا رؤساؤنا في الدولة، فمنا من يذهب إلى جدة، ومنا من يذهب إلى الليث والطائف والمدينة. وعندما يأتي اليوم الثامن أو قبل اليوم الثامن بيومين أو ثلاثة نعود إلى مكة، فهل يلزمنا الإحرام قبل الدخول إلى مكة أم نحرم من أماكننا التي نعيش فيها وفقكم؟ تحرمون في هذه الحال من الميقات، لأنكم حينما خرجتم من مكة خرجتم لأداء عمل. نعم. فإذا رجعتم إلى مكة فقد مررتم بالميقات وأنتم تريدون الحج، فعليكم أن تحرموا من الميقات، فالذين في الطائف يحرمون من الصيد، والذين في الجهات الأخرى يحرمون إذا مروا بمواقيت. بس المستمع عبد العزيز عبد الله في سؤاله الأول أنه خرج إلى تبوك، وفي سؤاله الأخير أخبرنا بأنه يذهب في بداية شوال للحج وهو منتدب، لكنه عندما يأتي ويأخذ العمرة يخرج إلى عمله خلق. هو في الأول لم يبين أنه ذهب إلى تبوك بمقتضى العمل، نعم، إنه لغرضه ما رجع. أما إذا كان ذهب إلى تبوك بمقتضى العمل فإنه إذا رجع إلى مكة يكون يحرم من الميقات. طيب ما الفرق بين الخروجين؟ الفرق بين الخروجين أنه إذا خرج إلى عمل فقد انفصل الدخول الأول والثاني. أما إذا خرج إلى غرض ورجع سريعا فإنه لا يكون هذا السفر منقطع عن هذا السفر، لأنه في الحقيقة بمنزلة الباقي في مكة حكما. لا. إذن الذي يبقى الذي يأتي لعمل إلى مكة مثلا قبل الحج أشهر أو بأيام ثم يأتيه الحج له أن يحج مفردا وإن كان قد أخذ عمرة، هو إذا رجع إلى بلده، إذا أخذ عمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ورجع من بلده مفردا فهو مفرد. أما إذا أخذ العمرة ثم ذهب إلى بلد آخر فهذا اختلف العلماء فيه. نعم. إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر لغير بلده. نعم. فمنهم من يرى أنه إذا سافر إلى بلد إلى مسافة قصر بين العمرة والحج إلى غير بلده أو إلى بلده فإن التمتع ينقطع ويسقط عنه هذا التمتع، ومنهم من يرى أن من سافر إلى بلده انقطع عنه. نعم. انقطع منه التمتع لأنه في الحقيقة أنشأ سفرا جديدا للحج، وأما إذا ذهب إلى غير بلده ولو فوق المسافة فإنه لا ينقطع لأنه ما زال في سفر، وهذا هو الراجح. شكرا أثابكم الله.